الاصعب اللي غيكون عند خليفه وراه غادي يكون واعي بها السي الادريسي هو الاياب. الاياب اللي غادي يتطلب مزيد من الجهد ديال المسيرين، مزيد من الجهد ديال اللامتناهي ديال الجمهور، وبالتالي المعرفه اللي عند الادريسي وبالتجربه اللي صعد بها النادي المكناسي القسم الوطني الاول قادر على ان يعاود الكره مع شباب خليفه.